السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. حياكم الله مشاهدي الأحبة. وفق مقادير الإنجاز ومعايير اللي وضعتها الحكومة العراقية لتقديم الوزراء أو لتقييمهم وفقا لأولويات البرنامج الحكومي، تقارير دولية من لجان متخصصة على طاولة رئيس الحكومة مثبت فيها مؤشرات الالتزام بتطبيق ما ورد من تعهدات يجب العمل عليها وإعطائها الأولوية من الوزراء والمناصب الرفيعة في الوزارات. تقييم الأداء المؤسسي تراه الحكومة متابعة ضرورية لتحسين جودة الخدمات في عدد من الملفات الرئيسة وتطبيق التوقيتات الزمنية لإنجازها. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة من حصاد هاي الليلة، فراح نتحدث عن 16 مشروعاً استراتيجياً لمعالجة الزحامات المرورية اللي تشهدها العاصمة بغداد. وبحسب التصاميم الهندسية فإن هذه المشاريع الاستراتيجية اللي توزعت بين استحداث طرق، إنشاء مجسرات، تطوير تقاطعات، تعد ركيزة أساسية في معالجة هذه الأزمة المرورية اللي تحارب المواطن نفسياً ومعنوياً وتستنفذ وقته، ويعول عليها أيضاً في حل الإشكالية اللي لازمت شوارع بغداد منذ سنوات طويلة وتم التعامل معها بأنصاف الحلول. هاي الملفات راح نتابعها في حصادنا لهذه الليلة ونناقشها ويا ضيوفنا الكرام. تتفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مشاهدي الأحبة بحلقتنا لهذا اليوم من حصاد الأيام، وأرحب بضيفي الكريمين الدكتور حسام الربيعي عضو تجمع السند الوطني. أهلا بك دكتور حسام ضيفا كريما، وكذلك أرحب بالأستاذ مؤيد العلي عضو مركز الهدف للتحليل السياسي. حياك الله أستاذ مؤيد. أبدأ مع حضرتك أستاذ دكتور حسام. رغم اتفاق الكتل المؤلفة لهذه الحكومة على أولويات البرنامج الحكومي، ولكن يبدو أن هنالك مؤشرات غير إيجابية في عمل بعض أعضاء السلطة التنفيذية، وقد أمهلوا من رئيس الحكومة مدة 3 أشهر إلى 6 أشهر كي يكون هنالك تقييم الأداء ومن ثم التقويم. كيف ستنظر إلى إجراءات التقييم ومن ثم كيف سيحصل هذا التقويم الذي وعد به رئيس الحكومة؟ نعم، في هذه الأمر تحية لك ولمشاهدي الكرام وكذلك إدارة القناة لتحت هذه الفرصة، وكذلك للضيف الكريم. اليوم عندما نتناول قضية التقييم والتقويم، فهذا الإعلان هو تم تثبيت هذين المفردتين منذ الوهلة الأولى لإعلان البرنامج الحكومي للحكومة الحالية. وبالتالي اليوم عندما نريد أن نعمل على حصول نتائج حقيقية، نتائج تصب في مصلحة خدمة المواطن، يجب أن نشرك المرحلة الأخيرة من عملية بناء أي منتج خدمي، وهي عملية التقييم ثم الانتقال لمعرفة نتائج هذا التقييم، ثم على أساس هذه النتائج نذهب إلى مرحلة التقويم، وهي عملية إطلاق الحكم بمدى جدوى استمرار العمل في هذه المؤسسة من عدمها. لذلك اليوم نحن نتحدث الكتل التي شاركت في تحالف إدارة الدولة، ومن ضمنها الكتل المنضوية تحت الإطار التنسيقي، كانت لديها يعني أعطت التوكيل الكامل للسيد رئيس مجلس الوزراء بالمضي وبحرية ومن خلال عملية الانتقاء وكذلك عملية الاختيار التنفيذيين في جسد هذه الحكومة الحالية، خصوصا الدرجات الخاصة بما يخدم التنفيذ وإنفاذ البرنامج الحكومي. لذلك هي دعوة أيضا للكتل الأخرى عليها أن تلتزم بما أعطت من اتفاقيات للسيد رئيس مجلس الوزراء حول إعطاء المساحة الكافية في عملية تقييم أداء الوزراء والدرجات الخاصة. ونحن نعلم أن السيد السوداني أعطى مهلة تمديد أيضا،
وكانت المهلة السابقة قد انقضت وبدأنا في مهلة جديدة لتقويم أداء الدرجات الخاصة، فضلا عن الوزراء الذي أعطي مساحة كافية أيضا بتشخيص الوزير المتلكئ أو كذلك الوزير الذي تدور حوله شبهات الفساد، سواء كان هذا الفساد إداري أو مالي أو قد تعثر في إتمام إنجاز الملف الحكومي المناط به والمتمثلة في البرنامج الوزاري الذي تبناه في وزارته المعنية. وعندما نشاهد اليوم، عندما تكون هناك عزيمة وإرادة من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء حول فتح هذه الملفة، فهذا يعطي طابع الجدية أن اليوم الحكومة الحالية بشخصها والمتمثل بالكابينة الوزارية وبمقدمتها السيد رئيس مجلس الوزراء هي عازمة باتجاه تلافي جميع الأخطاء التي وقعت فيها الحكومات السابقة، كون هذه المرحلة اليوم ومقتضياتها والأحداث التي تدور حولها هي يعني مرحلة مفصلية في المشهد السياسي والعراقي، وكذلك اليوم الجميع عازم على تقديم الخدمة للمواطن والذي يبحث عن الحاجات الأساسية. شاهدنا اليوم بصراحة أن هذه الحكومة تذهب لمناغمة الحاجات الأساسية والمتمثلة بالغذاء وكذلك أموال الإعانة والرعاية الاجتماعية، فضلا عن الاهتمام بملفة الشوارع والازدحامات وكذلك تلبية المناشدات. اليوم بصراحة هناك ارتياح واطمئنان من قبل المجتمع العراقي، كونه لديه شعور بصراحة، واليوم نحن ناقلين لصدى الشارع، اليوم المواطن يحس قربه من الوزير وكذلك من المدير العام وكذلك حتى من السيد رئيس مجلس الوزراء. نرى يعني مشاهد كثيرة لبرامج تصور في الشارع من قبل مراسلين لقنوات متعددة، يتم فتح فيها الهاتف بطريقة مباشرة على السيد رئيس مجلس الوزراء والتحدث بمناشدة المواطن. هذه المشاهد كانت غائبة عن عمل الحكومات السابقة، وهذا هذا يعطي طابع الارتياح من قبل المواطن باتجاه الحكومة الحالية، بل يعمل أيضا على الالتفاف حولها من أجل إدامة زخم تقديم الخدمات. لذلك اليوم دعوة رئيس مجلس الوزراء لتقييم الوزراء هي دعوة جدية، وهي ضمن الاتفاقات التي عقدت الكتل المنضوية تحت ائتلاف إدارة الدولة على إعطاء الحرية الكافية للسيد السوداني حول تقييم الوزراء اللي تم توصيفهم بالسابق بمتلكئ وكذلك من تدور حوله شبهات الفساد الإداري، ونزولا إلى الدرجات الخاصة حتى تستطيع هذه الحكومة أن تختار أدواتها الصالحة في الدولة. اليوم نرى هناك انطلاق الكثير من المشاريع، هل يا ترى هناك موظفين جدد يعملون أم هم ذات الموظفين المتواجدين داخل تلك الوزارات؟ لكن هناك اليوم استثمار حقيقي في الموارد البشرية، فضلا عن اليوم عندما تكون هناك مساحة كافية للموظف أن يعمل في مجال الإبداع والتفكير وعملية طرح الكثير من الأفكار، هي تلاقي مساحة جيدة للتطبيق، وهذا ما شاهدناه. ذات الأدوات كانت متوفرة في الوزارات من موظفين وموارد بشرية، لكن اليوم تم توظيفهم بطريقة صحيحة وباتجاه تقديم الخدمة للمواطن. وفقا لهذه التفصيلات التي تفضل بها دكتور حسام، ورحب مجددا بحضرتك أستاذ مؤيد، نتحدث عن هذه الخطة اللي بموجبها يتم تقييم أداء الوزراء والدرجات الخاصة ومن ثم عملية التقويم. هنا نتساءل إلى أي مدى سيكون الالتزام بتنفيذ أولويات الحكومة اللي وضعتها منذ البدء، وبالتالي حتى في جلسة مجلس الوزراء يوم أمس رئيس الوزراء بالصراحة قال لهم أنه ما يريد تخضعون للضغوطات الحزبية بقدر ما تلتزمون مع الحكومة بأولوياتها، وما يريد اجتهاد في موضع النص. تحية طيبة لك يا سيدي الكريم وإلى ضيفكم العزيز وإلى كادر مشاهدي قناة الأيام. بدءا، عملية التقويم هي عملية ضرورية ويجب أن ترافق الكابينة الوزارية بقيادة رئيس الوزراء وفق خطة معينة وفق معايير معينة يتم الاتفاق عليها وتكون يعني بين فترة وأخرى، فبالتالي يعني هذه نتيجة طبيعية لأي عمل جهة تنفيذية. أعتقد يعني خطاب السيد رئيس الوزراء واجتماعه مع الوزراء ليلة أمس يعطي انطباعات واضحة أن هناك ما زالت بعض الجهات السياسية أو الوزراء هم يعملون وفق الأجندة السياسية وليس وفق أجندة حكومية، وهذه نقطة مهمة جدا. لذلك يعني كان نوعا ما يعني حديث السيد السوداني غريب يعني ومفاجئ لعديد من الكتل السياسية التي ما زالت تفكر في إطار
المصلحة الشخصية والحزبية بعيدا عن المصلحة العامة. قلناها عديدا يعني أستاذ أحمد في برنامجك منذ أشهر أن هذه الحكومة هي يجب أن تعمل وفق أجندة معينة، أن تناغم طبيعة ما يحتاجه الشعب العراقي في ظل الأزمة السياسية السابقة، وأن هناك فجوة كبيرة جدا بين أبناء الشعب العراقي والطبقة السياسية، يجب أن تقلل تدريجيا هذه الفجوة من خلال تقديم خدمات، وهذه الحكومة أعلنت أنها حكومة خدمات، فبالتالي أن يكون التقييم وفق أولويات البرنامج الحكومي أمر جيد، لأن البرنامج الحكومي كأنما هو الدستور التنفيذي للوزارات، ليس من حق أي وزارة أن تعمل كيف ما تشاء، لكنها يجب أن تعمل وفق أولوياتها. البرنامج الحكومي يكون عبارة عن هدف استراتيجي لكل الوزارات، وبالتالي تتفرع منه أهداف يعني فرعية لكل وزارة تعمل على تحقيقها. أنا أتفق جزئيا مع الضيف الكريم عندما قال يعني هناك بعض الوزارات والوزراء يتحركون في الشارع وميدانيا، هذا أمر جيد، لكن هذا لا ينسحب على جميع كابينة السيد السوداني. هناك فعلا إجراءات ميدانية ونزول وملامسة حاجات المواطن، لكنها لا ينسحب على كل الوزارات. هناك وزارات ووزراء ما زالوا ثابتين يعني لا يتحركون، لم نرى لهم لا يعني مؤتمر صحفي فاعل، لا على مستوى، ليس فقط على مستوى التنفيذ، يعني بعض الوزارات لم نشاهد وزير خرج واعطى الرؤية الاستراتيجية لتنفيذ برنامج وزارته وفق آليات او اولويات البرنامج الحكومي. فبالتالي انا اعتقد هذه خطوة مهمة جدا ان تأتي بهذه الفترة، ويجب ان تكون يعني بشدة تنفذ، لكي انه الوزارات اليوم يعني عبرنا فترة جيدة على الأقل، إن هذه الوزارات والوزراء تسلموا مناصبهم، بالتالي يجب أن يقدموا على الأقل الرؤية الاستراتيجية وآليات تنفيذ البرنامج الوزاري لهم بما يتوافق مع البرنامج الحكومي، وأيضا يعني يعطون صورة واضحة عن ما تحتاجه الوزارة. نقطة مهمة جدا وأيضا أشار لها السيد السوداني يعني وقلناها عديدة، أنه لا يمكن تقديم خدمات في أي مفصل من مفاصل الدولة ما يتم اجتثاث الفساد. لحد الآن هذه الوزارات ما زالت تعشعش بها الشخصيات الفاسدة، الشخصيات غير الكفوءة، هذا الأمر خطير جدا، لم نلاحظ بهذه يعني هذه الكابينة الوزارية. قد البعض الوزراء انشغل بالتنفيذ الميداني وبوضع خطط استراتيجية واستثمارات وزارته، وأيضا بدأ بتنفيذ مشاريع وأعمال حيوية، لكنه الجانب الآخر والفساد المستشري في بعض الوزارات لم يحارب بشكل حقيقي. فبالتالي لا يمكن أن يكون هناك تقديم خدمات بمستوى عالي الجودة في ظل وجود الفساد. كل هذه الأمور أنا أعتقد يجب أن تشخص من قبل رئيس الوزراء، وأن يكون تقويم الوزراء على هذا الأساس. النقطة المهمة الأخرى أنه اليوم يعني بعض الوزارات فعلا نجحت وبدأت تلامس واقع ما يحتاجه المواطن العراقي، البعض بدأ ينزل ميدانيا إلى مفاصل وزارته، ليس فقط في بغداد، في كل المحافظات. هذا دليل واضح على أن هذه الشخصيات الذي استوزرها السيد السوداني، طبعا متابع هذا الموضوع، بعضهم يعني ليس جميعهم هم رشحوا مباشرة من قبل السيد السوداني، كأنما كانت هو حصته في هذه الوزارة، هذا أمر جيد. لكن بعض الوزارات أكيد أستاذ مؤيد بأنه من رئيس الوزراء شخصيا ما يمتلك أي حزب أي تأثير في بقاء الوزير من عدمه، إذا وزير ما أدى وتلك بأداء هذا التحدي تحدي للحكومة وليس تحدي لأحزاب أتت بهؤلاء الوزراء. لا طبعا هو إفشال بالدرجة الأساس للحكومة، فبالتالي يعني حتى حديث السيد السوداني ليلة أمس على أنه الوزير عندما يستوزر تنتهي علاقته مع الكتلة السياسية، هذا يدل بشكل واضح على أن هناك جهات يعني في الوزارات ما زالت ترتبط بمكاتب اقتصادية قد تكون لكتلة سياسية معينة، جهات سياسية معينة لم تقدم شيئا لحد الآن. يعني لا نستبعد أن تكون بعض الجهات يعني لا تريد النجاح لهذه الحكومة، يعني أقول بعض الجهات، يعني هذا قد يكون احتمال وارد، لأن شهدنا بعد عام 2003 أنه العديد يعني جزء أو بعض قليل من الكتل السياسية يعني هو يعمل في الحكومة ويتواجد ويأخذ المناصب والمكتسبات، لكنه يعمل وفق استراتيجية خاصة له، وفق منطلقات معينة، وفق تاريخ يريد يعيده لنظام الحكم في العراق، يعمل بالضد من هذه الحكومة بشكل يعني مغطى وغير واضح. لذلك أنا أعتقد أنه عملية التقييم الأداء ضرورية جدا، ويجب أن تخضع إلى معايير قوية جدا، ماذا قدمه الوزير على المستوى التنفيذي، على مستوى التخطيط، تقديم الرؤى الاستراتيجية، عملية مناقلة أصحاب الدرجات الخاصة أو أصحاب المفاصل المهمة في الوزارات. رأينا يعني قبل فترة عندما قامت السيدة وزيرة الاتصالات بتنقلات مهمة داخل الوزارة وقامت ببعض الحركات، كيف شنت عليها هجمة إعلامية من بعض الجهات السياسية، وبدأت تنتقد، بدأت تنمر لأنها ضربت مفاصل مهمة قد تكون حساسة في هذه المفاصل في وزارتها. نحتاج إلى وزير يعني ليس فقط وزير تنفيذي،
قادر وشجاع يتخذ القرار ويغير الأدوات التي يحتاجها لتنفيذ برنامجه الحكومي. أما أن تبقى وما زالت بعض الوزارات هي يعني في سبات، وحتى الوزير كأنما نائم، هو نصب كوزير وبالتالي يتمتع بهذه الامتيازات، ولم نرى حتى على وسائل الإعلام مثلا وزارات عديدة لم تقدم لا رؤية استراتيجية لعملها لا وفق البرنامج الحكومي، يعني خطط معينة. هذا الأمر يجب أن يعالج، وأنا أعتقد حتى كلام محمد الشاعر السوداني كان يصب أنه قد يختص بعض الوزارات يعني الذين أدائهم غير كفوء. والنقطة المهمة جدا أيضا تقييم الأداء والتقويم كما تفضلت، يجب أن تكون هناك مساندة ليس فقط إعلامية من قبل وسائل الإعلام والدعم الشعبي والجماهيري لهذه الخطوات، إنما يجب أن تكون بالدرجة الأساس يعني الدعم سياسي في داخل مجلس طيب. النواب وفي الكتل السياسية. هذا الدعم السياسي خليني أتوقف عنده دكتور، لما يتفضل أستاذ مؤيد العلي توجهات الحكومة يجب أن تلقى الدعم السياسي. نعم. هنا راح نتحدث إيش قد مدى دعم الكتل السياسية لهذا التوجه، خاصة تلك التي ينتمي إليها هذا الوزير أو ذاك، وبالتالي هناك إزالة سلطة الأحزاب عن الوزراء. يعني اليوم أنا عندما أتحدث عن كتل الإطار التنسيقي، عندما خرج السيد السوداني في اجتماعه الأخير وتحدث عن أن الوزير يجب أن تنتهي مهمته واتصاله السياسي مع كتلته التي رشحتها، وهذا كان ضمن الاتفاقات السابقة والتي وظفت الآن، كان هناك اتفاق من قبل كتل الإطار التنسيقي مع السيد السوداني على إعطائه الحرية في اختيار الدرجات الخاصة وفق التوصيف الوظيفي، ودعنا هنا نضع خطين تحت التوصيف الوظيفي. لذلك اليوم هذه المساحة والحرية التي يتمتع بها السيد السوداني في العمل من قبل ما خول به من قبل كتل إطار التنسيق، يجب أن تنعكس هذه المساحة على الكتل السياسية الأخرى المنضوية داخل ائتلاف إدارة الدولة، وبالتالي هذه الكتل يجب أن تلتزم. ذكر الضيف العزيز الهجمة التي شنت على وزيرة الاتصالات الغير مبررة، وهي عملت على إخضاع المنصب للوصف الوظيفي، وهذا ما تم الاتفاق عليه بالسابق من قبل كتل ائتلاف إدارة الدولة. لذلك هل من المعقول اليوم أن نأتي بدرجة خاصة تريد أن تقدم خدمة للمواطن وهي خارج التوصيف الوظيفي؟ عملية اليوم الاختيار يجب أن تتمتع بجملة من المعايير وهي متفق عليها بالسابق. لذلك اليوم عملية الإخلال بهذه الاتفاقات هي يعني تلقي بظلالها السيئة بصراع على العمل الحكومي، بل تسبب الإرباك. لذلك يجب على هذه الكتل أن تلتزم، وكذلك نحن اليوم بخطابنا الإعلامي سوف تعلو أصواتنا على الذين يخالفون بصراحة هذه الاتفاقات التي على أساسها شكلت الحكومة وتم المضي في إتمام وإنفاذ البرنامج الحكومي للسيد السوداني. ما العيب وما الضرر اليوم أن أضع الشخص المناسب في المكان المناسب حتى يكون أداة صحيحة وصالحة وأداة تعمل على اختصار الزمن؟ اليوم هذه الحكومة الحالية تحارب الزمن بصراحة وبلا أموال، فهي إلى الآن بلا موازنة بلا أموال، وبالتالي تعمل على استعمال الممكن في توظيفه في تقديم الخدمة إلى المواطن. لذلك اليوم أنا بينت بصراحة وجهة الإطار التنسيق بإعطاء الحرية الكاملة للسيد السوداني حول عملية تقييم أداء وزرائها، وكذلك عملية تقويم أداء وكلائها والدرجات الخاصة، وإعطاء التوكيل الكامل في تطبيق الوصف الوظيفي على هذه الدرجات الخاصة. وبالتالي هذا الالتزام اليوم من إحدى الكتل المهمة المنضوية تحت ائتلاف إدارة الدولة، يجب أن تعمل الكتل الأخرى على تطبيقه كما اتفق على المضي بما كتب من بنود ائتلاف إدارة الدولة التي على أساسها شكلت الحكومة. لهذا اليوم دامت زخم العمل الحكومي وإسناد السيد رئيس الوزراء يجب أن تكون أيضا هي ليست سياسية، يجب أن تكون جماهيرية. اليوم يجب أن لا نشغل بصراحة هذا الجمهور الذي يبحث عن حاجاته الأساسية ببعض الجزئيات والمتمثلة بقانون انتخابات الذي هو يصف في مصلحة الكتل السياسية ولا يصف في مصلحة الجمهور الناخب الذي نطمح أن تكون له مشاركة، لا عملية تثبيط بهذه المشاركة حتى تعلو نسب المشاركة في هذه الانتخابات. ويجب عدم إشغاله بهذا القانون بقدر ما عملية شحن الهمم للمشاركة في العملية الانتخابية. لذلك يجب أن يكون جل اهتمام هذا الجمهور هو متابعة الأداء الحكومي وإدامة الزخم في إسناد لهذه الحكومة. وبالتالي اليوم شاهدنا عجلة تقديم الخدمات هي سريعة وعملية دورانها هي كانت أسرع من المتوقع،
وبالتالي اليوم عندما نرى أن هذه الكتل السياسية التي تريد عرقلة إنفاذ البرنامج الحكومي سوف يكون لنا منها موقفا من خلال منابركم الإعلامية والعمل على تسليط الأضواء حتى على بما نسميه الضرب تحت الحزام، وسوف نكشف جميع الأشياء التي تتبنى تلك الكتل تتبناها تلك الكتل وتعمل على وضعها كعصا في العقد وإيقافها. وبالتالي اليوم المتابعة الميدانية من قبل السلطة الرابعة المتمثلة بالإعلام هي كفيلة أيضا بمراقبة من يريد إيقاف أو عرقلة استدامة عجلة الأداء الحكومي. ونحن نعلم جيدا وبشخصية وتكوين سمائية السيد السوداني هو جريء وشجاع ولديه القدرة الكافية حتى على مصارحة الجمهور من هي تلك الكتل التي تريد استغلال المشهد لمطامعها السياسية وكذلك تريد أن تعمل على وضع إملاءات خلافا لما تم الاتفاق عليه بالسابق. يبقى عندنا قضية أستاذ مؤيد كل ما تفضل به الدكتور حسام، ولكن أكو قضية ونحشيها بصراحة، هل راح يتمكن السيد السوداني من إقالة بعض الوزراء إذا ثبت تقصيرهم، وخصوصا أنه متوجه إلى ملف مكافحة فساد وملف إنجازات وتحقيق أولويات البرنامج الحكومي؟ سيد الكريم، يعني بدءا هناك بعض الملاحظات. هذه الحكومة شئنا بين الجميع ينظر لها في داخل العراق وفي الإقليم وفي العالم إنها هي حكومة الإطار التنسيقي، فبالتالي فشلها أو نجاحها يحسب للإطار أو على الإطار. نقطة مهمة أخرى، فالإطار هو المعني بالدعم السياسي، هو المعني بتنحي خلافاته الجانبية في هذه الفترة على الأقل. للأسف نحن كشيعة لم يتبلور لدينا مؤسسة سياسية تضم كل الوجودات السياسية الشيعية، وهذه مشكلة تؤثر على المستقبل السياسي استراتيجيا على الوضع الشيعة في العراق. نتمنى على الأخوة في الإطار أن يتحول الإطار إلى مؤسسة حقيقية يعني تتبنى العمل السياسي الشيعي وفق اتفاقيات وفق معايير معينة لكي تحفظ حقوق المكون الأكبر الذي ما زال يتعرض إلى نفس الهجمات التي نراها من بعض الدول الطائفية أو حتى من الدول الغربية الاستكبارية. ولا ننسى اليوم حتى في بعض يعني مفاصل إطار اليوم بدأت انتقادات لتحركات السفير لومونسكي في العراق بشكل غير مسبوق، يعني تذهب إلى الموصل تفتتح مشاريع تزور يعني مفاصل مهمة في الحكومة العراقية وتتدخل في عمل مجلس النواب فيما يخص قرار الموازنة وبعض القوانين الأخرى. هذا مو شغل السفيرة، يعني إذا كنا نتكلم عن العلاقات الدولية ملف العلاقات الخارجية أيضا فيه الكثير. أنا أود أن أقول أن الإطار التنسيقي معني بالدعم السياسي قبل غيره، الآخرون لا يهتمون بنجاح هذه الحكومة ليكون صادقين. الأكراد لهم مصالحهم الاستراتيجية وامتيازاتهم ونسبتهم في الموازنة، والسنة لديهم أيضا مشاكلهم وخلافاتهم ويبحثون عن المغانم والمكتسبات. فبالتالي نحن الشيعة جمهورا وشعبا وكتل سياسية هي المطالبة المحافظة على هذه الحكومة. عودا على سؤالك أستاذ أحمد، أنه اليوم يعني لا يستطيع أو لا يستطيع، هو يجب أن يستطيع حكومة محمد الشيخ السوداني، هو رئيس الوزراء، فبالتالي هي من صلاحياته عندما لا يقدم الوزير ما يمكن أن يقدمه للوزارة بهذه الفترة، فبالتالي من حق محمد الشيخ السوداني أن يقيله. وهو قال وتعهد وقلنا حتى في منبر حصاد الأيام عندما قال محمد الشاعر السوداني الوزير الذي يخل بعمله ولا يقوم بواجباته الوزارية أنا أذهب بيدي بملفه إلى مجلس النواب. نتمنى هذه الخطوة الشجاعة محمد الشاعر السوداني أن تطبق على الوزراء الغير كفؤين. بالتالي يجب أن لا يرضخ للضغوطات السياسية، هذه الضغوطات السياسية يعني قد تتواجد، يعني قد لا تكون ظاهرة بالعلن، قد تتواجد بسبب وزارة معينة، وكيل، الحديث اليوم والخلافات على بعض المناصب في الدرجات الخاصة وهذه لم تحسم لحد الآن، يجب تناسيها وعدم الوضوح لإرادة الكتل السياسية. حتى لو كان وزير معين في وزارة سين يعني غير كفو على الكتلة السياسية أن تقدم شخصية أو شخصيتين أو ثلاثة، وبالتالي تعطيه حرية الاختيار كما حدث في بداية تشكيل الحكومة. لكن أن تأتي كتلة سياسية وتتمسك باسم معين بغض النظر عن من كانت هذه الكتلة السياسية، تتمسك باسم معين وهذا الاسم غير كفو وغير قادر على إدارة الوزارة ولا يقدم شيئا ولا يعني يعمل بشكل ميداني، وأصلا يجوز ما يعرف شكو ماكو بالوزارة، هذا بالتالي شنو بقائه حتى الكتلة السياسية واقعا، يعني نتكلم بعيدا عن التحليل السياسي، عيب على هكذا كتلة سياسية أن تجعل هكذا شخصيات لا تمتلك لا الكفاءة القيادية ولا القدرة على إدارة يعني قسم وتضعها في منصب وزارات. وللأسف
لاحظناها في السنوات السابقة شخصيات يعني ثق واعتقد. تفضل الضيف الكريم على موضوع الوصف الوظيفي، يعني محتراماتنا على كل على الدرجات الوظيفية، بعض الوزارات وأصحاب الدرجات الخاصة، وأقولها على مسؤوليتي، إذا تطيع عنوان وظيفي ملاحظ والله العظيم هو يعني متواجدون اليوم في مفاصل مهمة بالدولة العراقية. هذه الكارثة وهذه المأساة الوظيفية يجب أن تنتهي، ويجب أن يكون اختيار شخصيات قيادية بدءا من الدرجات الخاصة إلى الوكلاء والمستشارين والوزراء هم على قدرة عالية من الكفاءة والنزاهة والعمل يعني وفق البرنامج الحكومي. أما بصراحة نكون واقعيين وموضوعين، أن نأتي بوزير هو ينسلخ تماما عن كتلته السياسية، واقعا هذا الأمر يعني مثالي جدا، يعني على الأقل أن لا يعطي مجال يعني يبتعد عن حزبه قليلا، لكن أن نأتي بوزراء يبتعدون كليا عن كتلهم السياسية، ما أعتقد أي كتلة سياسية بكل مسميات الكتل السياسية ترضى لوزارة هي من حصتها أن ينسلخ عنها الوزير، لكن على الأقل أن لا تتدخل بمفاصل مهمة نوعا ما تبتعد مكاتبها الاقتصادية واستثماراتهم ومقاولينهم ومكاتبهم في الوزارة، وإعطاء أنه الوزير نوعا ما أن يعطي وقته كل وقته للعمل مع رئيس الوزراء وفق البرنامج الحكومي. هذه الأمور وهذه المعايير إن طبقت بشكل حقيقي فبالتالي يعني نحصل على أداء جيد، وبالتالي نتمنى أن تكون جودة الخدمات هي ممتازة بهذه الفترة. ونقطة مهمة جدا، محمد الشاعر السوداني عود وأقول أنه يجب ما وعد به عند تشكيل الحكومة من فتح أي ملف فساد بغض النظر عن الجهة التي ينتمي لها الشخص الفاسد ومحاسبة الوزراء المقصرين، يجب هذه الوعود أن تنفذ، وإلا سوف تؤثر على سمعة محمد الشاعر السوداني وليس فقط في الحكومة إنما حتى على مستقبله السياسي. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ مؤيد العلي عضو مركز الهدف التحليلي السياسي أثرية الحوار، وشكر كثير لحضرتك الدكتور حسام الربيعي عضو تجمع السند الوطني. نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل نتابع. حياكم الله مشاهدي الأحبة مجددا في هذا الملف المهم والذي يعتبر حديث الساعة. أرحب بضيوفي الأكارم، الأستاذ حيدر مجيد المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء على أن نستضيفه في هذه الحلقة، وأيضا سينضم معي عبر الهاتف العميد الدكتور زياد القيسي مدير إعلام وعلاقات مديرة المرور العامة. ولكن قبل ذلك نتابع تقرير الزميل علي حبيب، حيث أن الاختناقات المرورية والأزمة المركبة التي ظلت عصية عن الحل لسنوات طوال حتى تنافست يعني لدرجة كبيرة وقياسية لوضع حد للمعاناة العراقية، بادرت الحكومة الخدمية لرسم خطة ووضع مجموعة من الحلول والتي شخصها المتخصصون بأنها حاكت الأزمة ولامست جوهرها. خلونا نتابع التقرير اللي أعدنا الزملاء في غرفة الحصاد، ومن بعدها نفتح هذا الملف مع ضيوف الكرام. 16 مشروعا حكوميا استراتيجيا لمعالجة الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد، معالجات عبر الحزمة الأولى والموصوفة بالنوعية، إنشاء جسور ومجسرات حيوية وتطوير تقاطعات رئيسة وصيانة العديد من الشوارع، فضلا عن استحداث أخرى سريعة. اليوم احنا بصدد طرح حلول لمشاكل يومية يعاني منها المواطن، كل مواطن بالتحديد كل موظف يجب أن يضع ساعتين حتى يوصل لموقع عمله أو لأداء واجب. فالقضية مو قضية فقط مشكلة خدمية، أصبحت مشكلة نفسية يعاني من عتها المواطن. هذه الأعمال التي تشرف عليها وزارة الإعمار والإسكان جاءت استنادا لما ورد في البرنامج الحكومي واجتماع رئيس الوزراء بالجهات المختصة غير مرة، وعلى ضوء تلك المقررات تحركت الحكومة. هذا الحدث اليوم ما جاء بشكل قرار سريع، وإنما جاء بعد سلسلة لقاءات واجتماعات من قبل الوزارة، الفنيين المختصين، الجهات الساندة، وين العقدة، شنو الحل، شنو شكل التعارض، وين الإجراء الفني الإداري. غير أنها سبقت بإجراءات أولية سريعة لفك هذه الاختناقات المرورية عبر سلسلة من الخطوات، فتح الطرق المغلقة منذ سنوات ورفع عدد كبير من نقاط التفتيش وفتح شوارع رئيسة في بغداد وداخل المنطقة الخضراء
لتعد حزمة القرارات هذه الآنية منها والمستقبلية نوعية وتمثل حلا جذريا لأزمة رافقت العراقيين لسنوات عديدة، ولم تفلح جميع السياسات السابقة في وضع حد لتضخمها. علي حبيب، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، وأبدأ مع العميد الدكتور زياد القيسي مدير إعلام وعلاقات مديرية المرور العامة، ينضم معي عبر الهاتف. أهلا بك سيادة العميد، نتحدث عن هذه الإجراءات اللي راح تفك الزخم المروري عن شوارع بغداد بالذات، كيف ستنفذ هذه المشاريع من ناحية الزمن ومن ناحية إجرائية؟ شكرا جزيلا لجنابك الكريم ولقناتكم الكريمة لتسليط الضوء على هذه التفصيلة من نشاطات حقيقة والثورة الإعمارية أو المعمارية اللي قامت بها حكومة السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد الشياع السوداني. أكيد سوف تساهم هذه الشوارع والجسور والتقاطعات التي سوف تحدث بفك الأزمة المرورية التي يعاني منها المواطن، كذلك يعاني منها رجال المرور. اليوم أكو عمل حثيث، وهذا العمل أعلى سلطة بالدولة تشرف عليه وهو السيد رئيس مجلس الوزراء. أكيد مديرية المرور العامة سوف تقوم بواجباتها اتجاه هذا العمل واتجاه المواطنين الكرام بتسهيل حركة السير والمرور أثناء الأعمال، كذلك خلق طرق بديلة وتحويل السير في بعض الأحيان عند الحاجة لأي عمل معين. طيب اسمح لي سيادة العميد أن أنتقل إلى ضيفي الكريم عبر سكايب الأستاذ حيدر مجيد المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء. أهلا بك أستاذ حيدر ضيفا كريما، نتحدث عن هذه الحزمة، حزمة الإصلاحات. برأيك رغم محدودية المعالجات اللي تناولت أزمة الاختناقات المرورية إلا أنها كانت معالجات سطحية لم تلامس عمق المشكلة، وهذا ما أدى لاستفحالها لمستويات كبيرة. حكومة الخدمات اليوم لما تضع عدة فقرات وعدة إجراءات لحل هذه الإشكالية، كيف من الممكن أن تكون هذه الحلول واقعية من ناحية إجرائية؟ مساء الخير سيدي الكريم عليك وعلى أيضا الأخ العميد زياد وكذلك السيدات والسادة مشاهدي قناة الأيام. حضرتك ذكرت أنه كان هنالك حلول غير واقعية أو آنية. احنا نعرف العاصمة بغداد تشهد اختناقات مرورية كثيرة، يعني كانت تقتصر على بداية ونهاية أوقات الدوام الرسمي، لكن الآن أصبحت الشغل الشاغل لحديث أهالي العاصمة وحتى زائريها من بقية المحافظات يعانون كثيرا من الوصول إلى أماكن عملهم أو أماكن سكنهم. هنالك حالات طارئة تتأخر في الطرقات، بالتأكيد هذه كانت تحتاج إلى وقفة جادة ومعالجات حكومية بتعاون وتكاتف الجهات القطاعية. السيد رئيس مجلس الوزراء وضع ضمن أولويات البرنامج الوزاري هنالك خمس أولويات مهمة جدا، من ضمنها مشروع معالجة هذا الملف الشائك اللي هو ملف الاختناقات المرورية.
اليوم كان اطلاق الحزمه الاولى من هذه من هذا المشروع اللي يتضمن على ثلاثه مراحل. احنا قبل شهر كان هنالك افتتاح، خلي قبل ما ندخل بمحور اليوم كان هنالك افتتاح لطريق الدوره يوسفيه. هذا يربط نهايه جسر الطاوقين سريع الدوره بالطريق الدولي رقم واحد للمحافظات التي تتجه باتجاه يعني محافظات الفرات الاوسط والجنوب، بالتاكيد اسهم الى حد ما بتخفيف بعض الزخم الحاصل على سريع الدوره وكذلك تقاطع علوه الرشيد ومدخل اليوسفية الجنوبي. أيضا هنالك مشروع الآن على أرض الواقع هو مشروع تأهيل وتطوير مداخل بغداد الخمسة. نعود إلى موضوع اليوم هو الحزمة الأولى أو المرحلة الأولى من هذه المشاريع الكبرى. بالتأكيد أول مرة تشهد بغداد هكذا مشاريع كبيرة وعملاقة، هذه مشاريع استراتيجية. سيد رئيس مجلس الوزراء أكد على إنهاء هذا الملف الشائك الذي يعاني منه أهالي العاصمة. الموضوع بالتأكيد هنالك تعاون وجهد حكومي، الجهة القطاعية الأساسية هي وزارة الإعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة، هنالك تعاون وتكاتف ما بين أمانة بغداد، مديرية المرور العامة وكذلك بعض الجهات القطاعية الأخرى، محافظة بغداد أيضا. هذه المرحلة تتضمن بإنشاء مجسرات وجسور وتأهيل التقاطعات والساحات وأيضا إنشاء طرق جديدة. المدة الزمنية للإنجاز هي سنة واحدة، يعني من المفترض أن تتم المباشرة بهذا المشروع الكبير هو يعني بداية أو منتصف شهر نيسان القادم، ونحسب من نيسان سنة واحدة حتى نيسان سنة 2024 إن شاء الله مكتملة هذه المرحلة. هنالك مرحلة أخرى أيضا ستتم المباشرة بها عبر أيضا مشاريع أخرى كثيرة وعملاقة، إضافة إلى هنالك مشاريع الطريق الحلقي الرابع وكذلك مشروع القطار المعلق. كل هذه وضعتها الحكومة ضمن أولوياتها. هذه الجسور، هنالك ثلاث جسور وأيضا عدد من المجسرات اللي تربط يعني أطراف العاصمة وأيضا تربط طرفي الكرخ والرصافة، ذلك يعني ثلاثة جسور وإضافة إلى مجسرات وأنفاق. تم استهداف المناطق الحيوية والمزدحمة، بالتأكيد كانت هنالك دراسة يعني قبل أشهر لحيثيات الموضوع، كان لجان مشتركة تعمل أمانة بغداد، المحافظة، المرور العامة، وزارة الإعمار. هذه اللجنة وضعت كافة الحلول وشخصت مكامن نقطة الخلل أو نقطة شدة الزحامات، وتمت المباشرة بالمرحلة الأولى. إن شاء الله يعني ستتم المباشرة بالمرحلة الأولى التي أطلقت هذا اليوم. لم تكن هذه يعني الحلول هي إجرائية فقط، بل سبقت هذا الموضوع دراسات وبحوث. وهنا أسمح لي أستاذ حيدر أن أرحب بضيف الكريم في الاستوديو الأستاذ عدنان مظلوم، خبير الطرق والجسور. أستاذ عدنان حياك الله. نتحدث ويتحدث السيد حيدر مجيد المتحدث باسم الأمان العام لمجلس الوزراء عن هذه المراحل الإجرائية، ولكن بحسب رئيس الوزراء يقول بأن حزمة المشاريع اللي أقرت هي حزمة نوعية استندت إلى دراسات مستفيضة مع الجهات المعنية، وهذا ما يمنحها الريادة. كلمة الريادة بصراحة كلمة عميقة جدا، ونتحدث عن حلول استراتيجية. إذا كانت هذه المقدمات راح يلمس المواطن أثرها بشكل سريع، هل من الممكن أن تطور عبر الدراسات وأداء معين لكي نصل إلى هذه الحلول الاستراتيجية اللي تنشدها الحكومة؟ نعم، أولاً أنا أشكركم على الاستضافة وأبعث لكم مثل ما يقول يعني أزكى التحيات. حياك الله سعد. وشوية يعني فالمشاريع طبعا التحية إلى ضيوفك الكرام وإلى مشاهديكم بشكل عام. المشاريع المعلنة هي جزء من مشاريع يعني هي 16 مشروع، والمشاريع المطلوبة لبغداد هي أكثر بكثير من هذه، وهي هذه المشاريع المعلنة هي جزء من دراسات سابقة من ضمنها دراسة سكوت ويلسون سنة قدمها سنة 82 اللي تخص الطرق الحلقية الأربعة المشهورة في بغداد، واللي ما يعني ما منجز منها ولا واحد. هسه على أساس يعني قريبا يباشر بالطريق الحلقي رقم أربعة من الخارج إلى الداخل. نعم. ومن ضمن المشاريع المعلنة أجزاء من الطريق الحلقي رقم ثلاثة، جسر الزعفرانية هو جزء من الطريق الحلقي رقم ثلاثة،
وهذه حقيقة يعني هي كل المشاريع اللي أعلنت الوجبة الأولى هي مشاريع استراتيجية وتحتاج إلى فترة، يعني تحتاج إلى سنوات، يعني بعض الجسور جسر يعني المعلنة هاي تحتاج مو أقل من 3 سنوات لإنجازها. الإجراءات أكو إجراءات لازم سريعة تصير، يعني ما ننتظر سنوات، وهذه لأن بغداد تعاني من اكتظاظ وازدحام مروري يعني كبير جدا يعني. فالإجراءات السريعة هي ده تشتغل بها الأمانة والمرور العامة، هذه عليهم الإجراءات السريعة اللي تحتاج أيام أو أشهر. وهذه المشاريع المعلنة هذه راح تكون مقاولات وأعمال تنفيذ وتحتاج وقت حقيقة. نعم. طيب هنا إذا كان معي العميد زياد لا زال على الهاتف. طيب سيادة العميد، يعني استمعت لما تفضل به ضيوف الكرام، هنا نتحدث عن قضية مهمة جدا لما تنفيذ هذه المشاريع بطبيعة الحال راح يخلق أزمة مرورية، لأنه نحتاج إلى قطع طرق، قطع جسور، وحصلت في جسر السنك، جسر الجمهورية يقطع جانب ويعمر جانب آخر، بالتالي هذه القطوعات راح تكون وإن كانت هي مرحلية، لكن كيف تم تدارس ووضع خطط فتح طرق بديلة لهذه الطرق التي تقطع؟ نعم، شكرا جزيلا لجنابك الكريم. أود من خلالك أن أرحب بأستاذنا الفاضل الكبير الأستاذ عدنان الخبير في مجال الطرق والجسور، كذلك صديقي وزميلي الأخ الأستاذ حيدر الكريم. حياك الله أخي العزيز. أكيد مديرية المرور العامة تضع مسبقا خطة، هذه الخطة تحاول تشتيت الزخم الحاصل على مكان الأعمال. اليوم الطرق والجسور أو أمانة بغداد أو بلديات المحافظات أو مجلس محافظة بغداد، أي طريق يراد به الإكساء أو التصليح أو التبليغ أو تصليح التخسفات يوجه لنا كتاب رسمي سريع نبلغ به، نختار بالتعاون مع الدائرة المعنية الوقت. يعني مثلا ليس وقت الذروة، جنابك أشرت إلى جسر السمك، يعني إذا إحنا نريد مثل ما قسم من المواطنين يقول ليش ما تصير الأعمال بالليل، إحنا اليوم المجتمع العراقي والحمد لله والشكر على أيدي القوات الأمنية تمطرد داعش الإرهابي واستتب الأمن في محافظة بغداد والمحافظات الأخرى. طيب. واليوم المواطن العراقي يلمس هذا الموضوع بدليل أنه تباوع الساعة 12 بالليل كأنما هي بالأربعة العصر. صح. يطلع المواطن زخم مروري بكل الساعات. نعم. لذلك اليوم أنا إذا أقطع جسر السنك فقط بالليل لح يصير عندي العمل متقطع. نعم. بس بالليل بس بالليل بس بالليل، احتمال العمل ما يقدر اللي يعمل بينجز هذا العمل. لذلك تم قطع جسر السنك يومين متتالية. نعم. لحين الإكمال. طيب. مثل ما تعرف جنابك ويعرف أستاذنا الكريم أستاذ عدنان إنه أغلب الطرق السريعة. طيب. في محافظة بغداد بالتصميم الأولي لها طرق موازية أو طرق خدمية. طيب. هذه عدد الطرق الخدميه الموازيه عميد زياد، انه هنالك الطرق الحلقيه اللي اشار لها الاستاذ عدنان، واسمح لي ان انتقل الى الاستاذ حيدر مجيد. استاذ حيدر، هذه الطرق الحلقيه اللي اشار لها السيد الخبير، بطبيعه الحال من المؤمل ان راح تتعاظم نتائج اكمال الطرق الحلقيه وتطوير مداخل بغداد ونوصل الى نتائج بالفعل يلمسها المواطن. نعم، الطريق الحلقي هو واحد من أهم المشاريع الحيوية واستراتيجية في العاصمة بغداد. احنا يعني أغلبنا مسافر إلى محافظة أربيل ومشاهد الطرق الحلقية اللي تحيط بمدينة أربيل وكيفية سهولة وانسيابية حركة العجلات. بالتأكيد هذا الطريق الحلقي راح يكون من أهم المشاريع يعني على مستوى سنوات سابقة ولاحقة، يعني لم ينفذ هكذا مشروع في بغداد. هذا المشروع بجوانب إيجابية عدة،
الجانب الأهم هو موضوع تسهيل حركة الانسيابية العجلات وفك الاختناقات المرورية. أيضا هنالك جانب أهم، هذا الطريق الحلقي سيكون يعني تقريبا بطول 98 كيلومتر، بالتأكيد هذا سيكون دافع للاستثمار، ستكون هنالك بالتأكيد محال تجارية، مولات، حتى فنادق، مطاعم، متاجر، هذه راح تجذب الاستثمار وايضا راح تشغل الايادي العامله وايضا راح تضيف جماليه لهذا الشارع. بالتاكيد احنا الان نتحدث عن طريق حول العاصمه بغداد، هو طريق طارق وصحراوي، هذا عد ما يكون جاري. هذا المشروع يعني المراحل النهائيه الان فقط، كان هنالك دراسه للتعارضات واعتقد تم وضع الحلول وتخصيص الاموال الخاصه لازاله التعارضات، هنالك جهات قطاعيه. بالتاكيد احنا كل مشروع ما يقام بهذا الحجم بهذه المسافه 94 يعني تقريبا 100 كيلومتر، انجازات مهمه بالتاكيد تداخل بين الجهات القطاعيه، وزارات الكهرباء، النفط، الموارد المائيه، الزراعه، هذه كلها تحتاج الى حل. ولكن ليس فقط هذه الجهات القطاعيه استاذ حيدر، خليني اشكر الاستاذ عدنان. استاذ عدنان يعني هنالك ايضا حتى في ختام الحفل لرئيس الوزراء كان هنالك الحضور لممثلي الشركات المؤهله فنيا لتنفيذ مشاريع ستنفذ في بغداد في ساحه النسور، انشاء جسور وانفاق، مجسر فوق سكك الحديد وبمساحات محددة. هذه الشركات إذا كانت شركات هندسية صينية، شركات أخرى، هل راح تسهم بشكل فعلي من ناحية الوقت ومن ناحية نسبة الإنجاز ومن ناحية دخول هذه الخطط الاستراتيجية بعد التنفيذ إلى الخدمة؟ نعم، الحقيقة المشاريع المعلنة بعضها ما يسبب أزمة مرورية وبعضها يسبب أزمة مرورية قاتلة، وأنا الحقيقة شايل هم للمرور شلون راح يسيطرون. مثلا إذا صار شغل في ساحة النسور يعني شلون راح تتدبر، ما أدري. أما الجسر من النسور إلى الجامعة هذا ما يأثر على أي شيء، جسر الزعفرانية ما يأثر، جسر الطلايع طبعا ما يأثر وكل شيء يساهم مساهمة فعالة. بس مثلا تقاطع على السكة اللي بعد ساحة قحطان، حقيقة هذا أنا من الأول ما أيده، أنا ما أيده، لأنه هذا السكة الموجودة هي الطريق الحلقي رقم 2، هي مستقبلا طريق السكة تتحول خارج بغداد، وهذا تنفيذه ما بداعي نهائي أنا حسب رأيي، وهم يعني أكيد عندهم أسباب. فيعني المشاريع بعضها راح يسوي أزمة مرورية وبعضها لا، يعني يشتغل ويساهم مستقبلا في حل الأزمة أو في تخفيف الأزمة المرورية. الأزمة المرورية تبقى حتى لو تنفذ كافة هذه المشاريع، بس يصير تخفيف عليها، والأمانة عليها كثير من الأعمال الأخرى اللي غير مذكورة، وإحنا يعني متناقش وياهم متفاهمين، وحقيقة هم عندهم خوش نظرة على هذه المواضيع ودا يشتغلون. توسيع الشوارع مثلا، جعل بعض الشوارع اتجاه واحد، تعريض الأكتاف وهكذا، يعني إجراءاتهم فعلية. بس بعض التقاطعات وبعض الأعمال في هذا الوضع، يعني إذا باشرت الشركات، أنا ما أعرف الشركات، فقط أعرف الأسماء، أما ما كنت حاضر اليوم ما أعرف الشركات. أكيد هم وضعوا شروط مقبولة وفنية، وأكيد هم كفؤين، وأكيد راح يشتغلون شغل زين، لأنه ثقتنا بالوزارة وبأمانة بغداد. هم راح ينتقون المنفذين اللي عندهم تجربة سابقة ممتازة في هذا المجال. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عدنان مظلوم، خبير الطرق والجسور، وتكلفك وجيتنا للاستوديو، وشكر كثير لجنابك الأستاذ حيدر مجيد المتحدث باسم الأمان العام بمجلس الوزراء، وشكر موصول أيضا لجناب السيد العميد الدكتور زياد القيسي مدير إعلام وعلاقات مديرية المرور العامة. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.